برج الثور لاخر يوم في السنة 2022. حبيت ابقى عاملة اخر يوم في السنة لايف معاكم عشان اشارككم توقعاتكم في اخر يوم للسنة، وان شاء الله سنة 2023 تبقى سنة خير علينا كلنا. بالنسبة ليك يا ثور، توقعات السبت 31 ديسمبر كانون الاول 2022، اخر يوم في سنة 2022. هنكون يا ثور متحمسين جدا بشكل خاص لفكرة جديدة، لموضوع جديد هنبقى بنشاركه في حياتنا مع الاشخاص القريبين مننا اكتر. في فكرة حلوة لازم ننميها اكتر، لازم ننسق فيها اكتر علشان نعرف نستغلها بشكل حلو. في اشخاص كتير هيبقوا مهتمين بيك يا ثور النهاردة، مهتمين بتفاصيلك، مهتمين يتابعوك، مهتمين يتعلموا منك، مهتمين لكل الحاجات اللي انت بتقولها، كل الحاجات اللي انت بتشارك فيها. انت النهارده يا سو ببساطه انت تعتبر زي المغناطيس، بتجذب ليك كل الاشخاص اللي حواليك، كل الاشخاص ملفتين جدا، متلفتين جدا ليك. انت النهارده مركز اهتمامهم بشكل كبير جدا يا سور. استغل النقطه دي لانها لصالحك بشكل مناسب جدا جدا ليك، فهتبقى يومك مكثف جدا علشان تعرف تستمتع في تعليم، في تطوير، في مهارات، في معرفة، في تفاصيل كتيرة جدا جدا هتبقى مكثفة بالنسبة ليك، ضغطة جدا عليك، لكنك هتعرف تستفاد منها. هيكون في شخص، انت النهاردة ممكن تبقى مع شخص مميز في حياتك، او حتى بسببه انت عندك الطاقة الحلوة دي اللي قادر تجددها كل يوم وقادر تبقى ممتع من خلالها. في اتفاقات هتعملها حلوة للناس اللي بتبقى عندهم تعاون متبادل، هتبقى مناسبة جدا ليك وفيها نفع جدا ليك في ناحية شغلك، في ناحية تفاصيل هتبقى مناسبة ليك ماليا مهنيا، فهتبقى في متبادلة تعاون حلو استثمر فيه بشكل كويس. هيكون في تواصل حلو مع حبيبك هستغله، عندك احتياجات كتير في العلاقات، هتعتبر علاقاتك كلها مكثفة ومثيرة جدا في اليوم ده، فاستغل اليوم لأنه رومانسي لحد ما، وممكن تشارك من خلاله حاجات كتير كانت متعقدة في عقلك وانت مش فاهمها بشكل كويس، هتقدر تشاركها مع حبيبك، هتعرف طريقة تفكيره ازاي هتمشي بعد كده علشان تعرف اذا هترتبط بشكل جدي اكتر مع الشخص ده بشكل مستمر بعد كده ولا لا. هيبقى عندك حاجات كتيرة في رغبة بتملاك علشان تعرف تعمل تغيرات عميقة فيك، حاجات انت محتاج انك تغيرها في نفسك يا سور. اظن ان الوقت بقى مناسب انك تعمل كده يا سور، وهتلاقي الفرصة قدامك سهلة جدا انك تنفذ كل التفاصيل الحلوة دي مع التغير المستمر والتقدم اللي انت هتبقى فيه. هاي كل ده هيضعك في موقع حلو جدا مع بداية السنة اللي هتبقى مثيرة جدا بالنسبة لك، هيبقى فيها وقت مناسب تعيد اكتشاف نفسك مرة تانية من خلال افكار حلوة، افكار جديدة فيها معرفة، فيها تجربة، فيها حياة. هتبتدي تواجه فيها كتير من التوترات اللي بتبقى عندك، كتير من الخوف اللي بيبقى من حاجات كتيرة بتواجهك، لكن هتعرف تصر علشان تعيش حياة فيها جاذبية اكتر، فيها شغل اكتر، فيها اختلاف اكبر، فيها تقديم لتنازلات بعض الحاجات اللي بتبقى محتاجة تعمل كده علشان تعرف تلاقي التوازن الحلو في كل استراتيجياتك يا سور. والاستراتيجية تعتبر مهمة جدا النهاردة ليك يا سور علشان تعرف تتابع تفاصيل يومك أكتر.